مرحبا بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج كومنت. راح أكون معكم إلا بتقديم هذه الحلقة بجولة مع أبرز الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. الهاشتاج الأكثر تداولاً في العراق هو هاشتاج تشرين. ارتفع هذا الهاشتاج بالتزامن مع اقتراب الذكرى الثالثة لتظاهرات تشرين. ورواد مواقع التواصل الاجتماعي انقسموا قسمين حول التظاهرات. قسم يؤيد للخروج بالتظاهرات والقسم الآخر يحذر من الخروج بهذه التظاهرات لأنهم يعتبرونها أنها محسومة النتائج لصالح جهات معينة. ولن تحقق أي إصلاح منشود، فقط تخدم مصالح أشخاص محددين. وأيضا اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات بصدد التعامل مع هذه التظاهرات، ونقلت عدد كبير من الحواجز الكونكريتية داخل المنطقة الخضراء، مع غلق أيضا الطرق والجسور، مما تسبب في زخم مروري في جانبي الكرخ والرصافة في بغداد، وأيضا غلق بوابة المنطقة الخضراء وسط بغداد من جهة الحارثية أيضا بالصبات الكونكريتية. هنالك فيديو لنقل الحواجز الكونكريتية، خلونا نشوف هذا الفيديو. وأيضا مشاهد من غلق جسر الأحرار ومنع دخول أي مركبة، وهذا الشيء دفع المواطنين على السير على الأقدام للوصول إلى أعمالهم. طبعا هنالك أيضا فيديوهات متداولة، ولكن بداية هذه الازدحامات الخانقة في بغداد تتسبب أيضا بتأخير الطلبة عن الامتحانات، مما اضطر الطلبة أيضا للسير مشيا على الأقدام في سبيل الوصول إلى قاعات الامتحانات بأسرع وقت ممكن. خلونا نشوف الفيديو المتداول. هاي الطلاب لحد الآن ما واصلين، ساعة 7:15 هذا جسر الجادرية واقف خلاص. هاي الطلبة اللي سوى القطوعات ما فكر بيهم، هذا مستقبلهم راح كليته. هاي الطلاب لحد الآن ما واصلين. نعم مشاهدينا، أكيد لازم نشوف أراء الناس من خلال أخذ بعض تعليقاتهم من السوشيال ميديا على ما يحدث في الشارع العراقي. أولى هذه التعليقات من الانستغرام يقول: يعني اليوم شفت الويل، يلا وصلت للمكان اللي أحتاج أوصل إليه. شفت الموت، يلا حتى في سبيل أوصل المكان أنطي بيه جرعة كيمياوي البنتي. حسبي الله ونعم الوكيل ألف مرة على هاي العيشة والحياة المرة اللي قاعد نعيشها. مستمرين بأخذ التعليقات مشاهدينا، وتعليق آخر أيضا من الانستغرام يقول: وهاي المظاهرات يومية على شنو؟ بالله أشو ما يتغير شي بالعراق، بس قتل ومصابين. وتعليق آخر أكيد مشاهدينا، التعليق يقول: لعد ليش ما أنطوا عطلة، لو يحبوني بهذلون العالم. وأيضا على طاري معاناة الطلاب والامتحانات، العتبة العلوية عفوا تتولى طباعة كتب المرحلة الابتدائية لمحافظة النجف الأشرف مجانا. بدرت الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة بطباعة الكتب الدراسية للمرحلة الابتدائية لطلبة محافظة النجف الأشرف، وذلك مجانا. وكان الإعلان من داخل الصحن الشريف بحضور الأمين العام للعتبة وهو السيد عيسى الخرسان، مع مدير عام تربية النجف الأشرف الأستاذ مردان البديري. وصرح عيسى الخرساني إيمانا
بفريضة طلب العلم واعتزازا بأبنائنا الكرام بادرة العتبة العلوية المقدسة بطباعة المناهج الدراسية لأبنائنا الأعزاء إكراما واعتزازا منا بهم. وسيكون هنالك جدول زمني محدد لتسليم المناهج إلى الطلبة الأعزاء، وهنالك أيضا مبادرات أخرى لخدمة مدينة النجف الأشرف وسكانها الكرام وزوارها أيضا، وسيعلن عنها تباعا. طبعا أكيد مشاهدينا هذا الخبر يعتبر مفرح لأنه يعبر عن روح التكافل الاجتماعي والإحساس بالمسؤولية الاجتماعية من قبل العتبة، لكن محزن في نفس الوقت بسبب الحكومة ووزاراتها اللي تتنصل عن مسؤولياتها ويكون كل همها سرقة حقوق المواطن العراقي. ما اكتفوا المسؤولين بسرقة المليارات، وصل بهم الحال لسرقة حق الطالب في التعليم المجاني. طباعة الكتب وتجهيز الطلبة هذه مسؤولية حكومة ومو مسؤولية عتبة، لكن أكيد شاكرين لجهود العتبة، لكن تساؤلنا إذا العتبة تولت طباعة الكتب الخاصة بمحافظة النجف، المحافظات الأخرى من اللي راح يطبع لها؟ طبعا أكيد شفنا صور من اتفاق العتبة مع تربية النجف، وهسا ناخذ تعليقات الناس ورواد مواقع التواصل الاجتماعي شنو كانت آرائهم من خلال أخذ بعض التعليقات من الفيسبوك. أولى هذه التعليقات يقول: بارك الله فيكم ووفقكم لمرضاته، وهذا من واجبات الحكومة التي تنصلت عن مسؤولياتها. مستمرين بأخذ التعليقات مشاهدينا حول هذا الموضوع. التعليق الآخر يقول: عمل غير صحيح، لأن أموال طباعة الكتب أكيد تم سرقتها من قبل وزارة التربية، وهذا تشجيع على الفساد. هنالك تعليق أخير حول هذا الموضوع. التعليق أيضا من الفيسبوك يقول: وباقي المحافظات منو يتكفلهم؟ هذا الشيء مو صحيح. عندنا فيديو متداول مشاهدينا لمجموعة من الشباب العراقي وهم يتسابقون على سيارات نقل النفايات مع الأسف، ومن ثم نعقب بالكلام عليه. طبعا من حقنا نتساءل وين راحت أموال قانون الأمن الغذائي، وين راح الفائض من ارتفاع أسعار النفط خلال هذا العام كله، وين يروح؟ أو إحنا نشوف كل يوم هذه المناظر بالبلد، نسبة الفقراء تزداد بسرعة غير طبيعية. هذا حال أغنى البلدان في العالم، هذا حال العراقيين مع الأسف. ينتظرون سيارات نقل النفايات والحاويات حتى يأخذون منا أكل، أو يجمعون قواطي البيبسي ويبيعوها حتى يحصلون قوت يومهم. الكاظم يشوف هذا المنظر يقبل ابنه أو بنته هيك حالة؟ السياسيين اللي عايشين بغير عالم تقبل كرامتهم العراقي هيك ينذل على عيشته، على أبسط مستحقاته؟ لكن شنو نقول؟ لا حياته لمن تنادي بهذا البلد. طبعا نشوف آراء الناس على السوشيال ميديا شنو كانت من خلال أخذ بعض تعليقاتهم. نأخذ أولى هذه التعليقات من تويتر، يقول: شعب يستفز بوارب كهرمانة ولا يستفز هذا المنظر، ماذا تتأمل منهم؟ نأخذ تعليق آخر أكيد مشاهدينا. التعليق الآخر من تويتر أيضا يقول: ثاني أكبر احتياط وربما الأول في العالم، طبعا في احتياط النفط. وتعليق أخير مشاهدينا على هذا الفيديو من تويتر، التعليق يقول: لا عجب إذ خان الفؤاد ضلوعه، إن الذي خان العراق عراقي. وأيضا مشاهدينا، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي حادثة اغتيال
في محافظة ميسان منطقة الدبيسات حدثت الجريمة داخل محطة لتعبئة الوقود من خلال إطلاق النار على الضحية دون معرفة الجاني والدوافع وراء هذه العملية، علما أن محافظة ميسان كثرت فيها حالات الاغتيالات والجرائم في الآونة الأخيرة من قبل عصابات مرتبطة بتيارات سياسية دون رادع لهذه العصابات، فأصبحت ميسان كأنها غابة. هناك أيضا مقطع فيديو متداول. شوف 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 شلون طبقوا عليه نزلوا يكفين فوق كل نبي وش راح يطيح وهذا فوقه ها فوقه ها دراجتهم راح يطلعون إنه شوف دراجتهم وين راح يطلعون والمسدس وين مالهم طايح طايحين من مركز لاقي الشرطي ها شوف شوف طلعوا عقبال مسدس مالهم صايح يقول وأيضا مشاهدينا بعد تداول فيديو وصور عن البواري البلاستيك الخضراء الممدودة لإيصال الماء لنصب كهرمانة، وهذا الموضوع تسبب بحالة من الإحباط للمواطنين رغم أنه كان تحت الصيانة. وصلت أعمال ترميم نصب كهرمانة إلى نهايتها من قبل النحات عبد الحميد العابد، وذلك بعد تعرض النصب لحادث سير في العاصمة بغداد. هذه هي صور النحات عبد الحميد بالقرب من النصب بعد صيانته. وفي خبر بعيد عن العراق وغريب أيضا بعض الشيء، حيث أن هنالك هندي لم ينزل ذراعه للأسفل منذ 10 سنوات. أثار مقطع فيديو متداول لرجل هندي يدعى سادو أمار مهارتي مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار حالة من الاستغراب لأنه لم ينزل ذراعه منذ 10 سنوات. أما عن السبب كما يدعي أنه تقديس لربه ويتعهد أنه سيبقى طيلة حياته بهذا الوضع، ويقول هذه ذراعي المرفوعة باستمرار لا تتسبب لي أو لا تسبب لي أي أذى، ويستخدم ذراعه الأخرى للقيام بمهامه واحتياجاته. طبعا هنالك فيديو مشاهدين متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، خلونا نشوفه. He wanted to do something for the God. Okay. So that he notices him. Okay. And how long do you plan to keep your arm up for? How much longer? कब तक आप रखना चाहते हैं अपना हाथ? Long life. Whole life. आगे का कोई सोचा नहीं है. He hasn't decided anything yet, but he'll keep his hand like whole life. Okay, whole life. Though he hasn't decided yet. Wow. He doesn't think of future. He just lives in present. Is it difficult when you're sleeping, or do you sleep on it? يعني أقول لو رابطها بشيء من الأعلى أسهل لك. مشاهدينا وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم وجولتنا بالسوشيال ميديا، نلتقيكم غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.